في هذا المنتدى السياسي اللي هو في الصراحه فرصه استثنائيه زعما لم نتعودها صراحه من قبل الشبيبات الحزبيه ان تقتطعها فسحه من 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 وقتها لتتفاكر حول قضايا من صميم العمل السياسي ولكن من زوايا نظر مختلفه. وهذا لاحظناه في الخصوبه ديال البرنامج ديال المنتدى السياسي اللي فيه مقاربات متعدده لموضوع هو مصميم يعني النقاش الراهن في المغرب هو النقاش ديال التأطير المدني والوساطة السياسية وهذا الآفاق ديال الحركات الاجتماعية الجديدة. مشكورة شبيبة العدالة والتنمية وهي في الصراحة من الشبيبات الحزبية الجادة في هذا البلد على إثارة هذا النقاش.